بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تسبحة للصوم الكبير حسب طقس كنيسة المشرق، بحشة ودمعة بدموع وحسرات، وترتل في أسابيع الصوم الكبير، وهي من تأليف مار باباي النصيبيني ومن مقام بيات، أداء الأب حبيب هرمز وعزف روبرت إسحاق، لندن أبريل 2009. حشا ودمعي ووثحنا انت قارنا الاخمار طاوى بدموعي وحسرات، ندعوك ربنا الكريم ولا أبهى البيئة مرير حشا وعسقك ون كن هاديا لخطانا أنير دربا حياتنا ليت بن كيني دم راعي الله دعشين عولا وزغي وحوبين لسنا أبرارا نرضيك آثامنا تتفاقم زونا شلمت هيدا خفي و حرفان تعلمي علي الاثم اطيب تسبب في دنيانا الخصام والضطيرا رقلا رحميك من كيموني والبل وشغش روم وعمقا نجينا من كل الفتن ضع بيننا سلاما رعيا طوار عيل غزارات من طلاث حش سيبر أيقظ فينا ضميرانا نحو الحق والمحبة ويدي لاخ أخصى ويا ناخ آوى وورا وروح قدشا لنعمل مشيئتك بسرور كل الأيام نعلم